بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد جاءني سؤال من أحد الإخوة يقول: أتمنى أن تبين لنا حكم الطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه اعتراضا على ما يحدث في غزة، وهل يجوز لنا أن نترحم عليه بسبب ضميره الحي، وهل من الممكن أن تشمله رحمة الله عز وجل، حيث إن رحمته وسعت كل شيء، وجزاكم الله خيرا. أقول وبالله التوفيق مفصلا تفصيلا تاما لهذه القضية. وقبل أن أفصل، أريد أن أقول للمتابع: إذا كنت ممن يجعل مرجعيته هواه، فالذي يعجبك من الشريعة تأخذه، وما لا يعجبك لا تأخذه، وجعلت لنفسك قانونا من الشريعة تقيس به العلماء والمشايخ والفتاوى، فأرجو أن لا تستمع، لأنك لست بحاجة إلينا. هذه رسالة أولى. الرسالة الثانية: الناس الذين لا يبالون بأحكام الله تعالى أصلا، ولا يعنيهم قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أرجو يعني أن يفارقونا بريح طيبة. لا نريد تعليقات سفاهة قلة أدب أمثال هؤلاء. الأمر الآخر: هناك قواعد في هذا الباب. لا شك أن كل إنسان من ذوي الضمير الحي، ولا سيما الذين يستطيعون أن يوصلوا رسائل تصل إلى الرأي العام العالمي، لا شك أن هؤلاء شرفاء، وأنهم محترمون على قدر ما فعلوا من خير. فهؤلاء أكثر شرفا من كثير من الناس الذين هم من أبناء المسلمين، ولكن طمست أفئدتهم بحب المصالح والدنيا. فهذا فريق ليس من أبناء ديننا، وليس من أبناء جلدتنا، تأثر وضحى بحياته من أجل أن يصل صوته إلى العالم، احتجاجا على الجريمة العظمى التي ترتكبها بلاده بحق الآمنين المدنيين، وذلك الدعم الذي هو بلا حدود منذ ما يقرب من 3/4 القرن من دولته التي تدعم الظالم على المظلوم دائما أبدا. هذا الرجل هو طيار، ومهمته الدفاع، ليس الهجوم على الأبرياء ولا هدم البيوت للآمنين العزل. هذا الفريق من الناس، وهو كثير بفضل الله سبحانه وتعالى، وهم شرفاء العالم، أو من شرفاء العالم بعبارة أصح. وهذا يدل على أن الإنسانية لا تزال بخير، وأن فيهم من هو ذو ضمير حي يتألم لآلامنا، بل يواسي المنكوبين على طريقته. فهذا أمر يثير الشفقة ويثير الحزن، ويجعل العين تدمع حينما ترى إنسانا من خارج ملتنا يتعاطف مع قضيتنا. لا نملك إلا أن نشكر كل صاحب ضمير حي. كل ذلك أقوله قبل القواعد التي تفصل هذه المسألة. أما القواعد فنحن ملزمون بشرع
من عند الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نتجاوزه. الشريعة هي أحكام الله تعالى التي أنزلها علينا ونحن ملزمون بها. أخبار الله سبحانه وتعالى لا تتخلف. أحكام دينه ثابتة. هذه القضية الأولى. أما ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لن تكون أرحم من الله تعالى بعبيده. فاطمئن أيها الإنسان. طيب، ما حال هذا الإنسان إذا كان مسلما وقد فعل هذا؟ فهذا حرام في حق المسلم وجريمة، إذ نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النفس التي حرم الله، سواء قتل الغير أو قتل الذات. وقد جاء التهديد والوعيد في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بالخلود في نار جهنم لمن يرتكب جريمة مثل هذه الجريمة، كما جاء أيضا في صحيح مسلم أن هذا الإنسان تحت المشيئة، حيث جاء ذلك الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص فخرج الدم فمات، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، غير أنه لم تلتئم الجروح وقيل له لا نصلح ما أفسدت من نفسك، فهناك علامات واضحة على ما فعل. إذن الله تعالى قد عفى عنه هذا إن كان من المسلمين. حسب القاعدة الشرعية القرآنية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو الذي ندرسه في متون العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. هذا إذا كان مسلما يكون تحت المشيئة. إذا كان كافرا فله حالتان. الحالة الأولى بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة سليمة من العيوب غير مشوهة، فتركها عنادا، فهذا حكمه في دين الله سبحانه وتعالى الخلود في نار جهنم، وهذا الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحالة الثانية وهي أنه لم تبلغه دعوة الإسلام أو بلغته مشوهة غير واضحة وغير صحيحة، فالذي نرتضيه ونختاره في حكمه أنه من أهل الفترة، وأهل الفترة هؤلاء لا يعذبون في الآخرة على اختيار أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وعلى اختيار البخاريين من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أما على اختيار السمرقنديين وعلى رأسهم أبي منصور الهماتريدي رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء لا يعذبون في الدنيا، أما العذاب حاصل لهم في الآخرة. هل يجوز أن نترحم عليه؟ الترحم حكم شرعي لا يكون إلا لمن مات على دين الإسلام، أما الاحترام لأهله والعزاء والاحترام لقضيته فهذا إنسان على طريقته أراد أن يوصل هذه الرسالة، وهو إنسان حي الضمير صاحب أخلاق أراد أن يعترض على الباطل بطريقته هو. أما الشريعة وجزاء الشريعة فالعقد مع الله سبحانه وتعالى، حينما تعمل شيئا لله على ما شرع الله سبحانه فالله تعالى يكافئك. أما إذا فعلت شيئا لغير الله تعالى وأنت لم تبالي بأحكام الله سبحانه وتعالى فالعدل يقتضي أن ليس لك من رحمة الله شيء. وعلى هذا فالخلاصة في كلامنا: إن مات وهو لا يعلم دين الإسلام ولا يعلم الحقيقة فهذا إن شاء الله نرجو من الله تعالى له العفو. إن مات معاندا ملحدا مناوئا
متخذا غير دين الإسلام، والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا لن يقبل منه كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. ونرجو من الله سبحانه وتعالى يعني أن يهدي كل واحد من هذه الأصناف من ذوي الضمير الحي إلى دين الحق، إنه سميع قريب مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.